السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع من أحد طواري الأنف والأذن، وهو ضعف السمع الحاد. يعني إيه ضعف سمع حاد؟ يعني أنا كنت صحيت من النوم ودني دي ما بتسمعش خالص. غالبا يصاحب السمع ده وش وطنين جامد في الودان. ده موجود؟ آه موجود. ناس كتيرة يكون قاعد كده ومرة واحدة يسمع طرقعة في ودنه ويفقد السمع في ودنه، أو يكون نايم ويصحى من النوم أحد الأذنين ما بتسمعش كويس. طيب إيه اللي أنا ممكن أعمله يا دكتور في الحالة اللي زي كده؟ أول حاجة أعملها اللي أنا ما أحاولش ألعب في ودني، ما أحاولش أنظفها، ما أحاولش أزود المشكلة أكتر. أنا هتوجه لدكتور أنف وأذن هيفحص الودن كويس عشان يعرف إيه السبب بتاع الضعف السمع الحاد. نسبة كبيرة من الناس بتبقى ضعف سمع حاد نتيجة ضعف العصب السمعي، وده بيحصل التهاب في العصب السمعي وبيضعف السمع مرة واحدة. مش بقول اللي هو يفقد، انا بقول اللي هو بيضعف، يعني ممكن يضعف 10 درجات 20 درجة، بعض الناس الضعف يبقى كلي. طيب هعمل ايه؟ الدكتور هيبدأ يعمل لي شوية فحوصات، بيعمل لي مقياس للسمع، بيبتدي معايا شوية علاجات، وبعض منها حقن في الودن موضعي عشان محاولة ان العصب بتاع السمع يرجع يشتغل تاني. في بعض الاحوال بنحتاج نعمل اشعاعات على الأذن الداخلية عشان نطمن ايه اللي ادى للضعف السمع الحاد. الحاجة المهمة والنصيحة اللي اوجهها لحضراتكم، العلاج المبكر يؤدي لنتائج احسن. الاهمال والتأخر في العلاج قد يؤدي لضعف كلي للسمع. شكرا لحضراتكم.